أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس وبحضور يوسف يعقوب المنصوري مدير مكتب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية. في جلسته الخامسة ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس مشروع تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتقرير الوارد من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس. بخصوص مناقشة قانون تنظيم الأكاديمية العربية، نشكر أعضاء المجلس الاستشاري على بعض الملاحظات، بعض المواد القانون والتي أقرت من قبل المجلس، وإن شاء الله يصدر القانون لينظم عمل الأكاديمية لما فيه صالح الأكاديمية. الدولة حقيقة محتاجة لمثل هذه التخصصات. هناك يعني على مستوى دولة الإمارات أكثر من 50 شركة ملاحة، إضافة إلى أكثر من 160 شركة لوجستية معنية بهذا القطاع. لذلك أؤكد أن هذه الأكاديمية صرح علمي سيثري وسيغني سوق العمل الإماراتي في قطاع النقل البحري والملاحة كذلك. خلال الجلسة استعرض أعضاء المجلس في لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام التعريفات والأهداف والاختصاص وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون، وبعدها قدم الأعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد المشروع. تأتي مناقشة مثل هذه المواضيع ضمن إطار ما تهدف إليه حكومة الشارقة بتوفير كوادر مؤهلة تدعم النشاط البحثي والعلمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. لأهميته في دعم النشاط البحثي والعلمي، ها هو استشاري الشارقة يناقش مشروع تنظيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. لأخبار الدار هويدا الشرقي.